طب في فيديو ولا ايه؟ هو فيديو عن الاسعار بس. فاتح فيديو عن الاسعار. فاتح فيديو اسعار. اقفل يا عم فيديو. ما تخليها دي. انا مش خايف منك بس اوعى البيئه والكلام ده. طب خلص معاه. طب انت ما صدق انت ما صدق والله العظيم ما فيش كلام ده. ده الواحد نبدا عليا انا اقوى من كده بكتير قوي يا عم. ده صحراوي. وارد عليكم يا جماعه. حرفين الحلقه بتاعت النهارده من اصعب 3 حلقات انا صورتهم على تاريخ القناه كلها. بعد الحلقه اللي لسه هنشوفها اني احط ايدي في حوض مليان عقارب سامه او اني اروح سوق الكلاب اصور. الحلقه اللي لسه هنشوفها الحلقه الجايه ان شاء الله. الكلاب متنطوره في كل حته. واحد زي يعني عنده فوبيا من الكلاب كان الموضوع يعني بالنسبه له يعني صعب جدا جدا. لسه هنشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. فانا مش عارف هم ازاي اصلا وافقوا على التصوير بس الحمد لله يعني توفيق من ربنا واقنعتهم شويه يعني فهمتهم ان احنا بنعمل فيديوهات عن الاسعار الحاجات اللي بتتربى ازاي في البيت وكده زي ما احنا متعودين مع بعض يعني يا جماعه على القناه. اولا انا مش ضد الناس دي لان ده اكل عيشها سواء بقى بتبيع حاجه مهدره بالانقراض صحراوي او مصري او سواء بتبيع يوناني وزراعي والكلام ده. فانا مش ضد ده اكل عيشه تمام. فانا واجب ان انا انزل اقول لك الحاجه اللي بتاكل ايه ازاي تربيها في البيت ازاي تجوزها تنتج منها نرجع نخلي الحاجه دي بدل ما هي مهدره بالانقراض ترجع تكتر تاني في البيوت وكمان نرجع يعني نرجعها تاني للبريه. فانا نازل النهارده اعمل جوله بالكلام ده وبالحوار ده. اول حاجه يعني هي بتاكل الخضروات طبعا بس اول حاجه انا حابب نسمع اسعارها وارقامها وبعدين نتكلم عنها. نسمع يا جماعه مع بعض الاسعار. عامل كام في واحد بياكل؟ والله ما انا اصحابي دلوقتي 250. دي انا عامله كام؟ عامله كام؟ 300. الانواع دي بقى ايه؟ الصحراوي. عايزين نخلص فيهم عايزين نخلص يعني. هو نوعه ايه ده؟ ده نوعه ايه؟ امال فين المصري؟ امال ده ايه ده؟ ده شكله كله زي بعض. شكلهم على السوق عاملين كام؟ 250 و300. طب لو اخلص في 2 احسبهم على كام؟ انت عاوز ايه؟ طب وريني كده بس عايز واحده ظفر ونشاي. قول لي بتعرفهم ازاي؟ قول لي بتعرفوا ازاي؟ بس 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 لما بس 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 في بس لك شكل دايرة والكلام ده. لا لا. لو هاخد الاثنين بس 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 وده يونان. ايه؟ يونان. وده اللي احسن من يونان. هسيب لكم قائمه بالاكل بتاعهم. لازم مكان يعني بيتعرض للشمس عشان بيحتاجوا حراره الشمس ولازم برضو يبقى فيه ضله. سيبهم مع بعض في اي مكان كده مظبوط هظبطه معاك الكلام وينتجوا. احنا تبع كليه اعلام بنعمل تصوير لماده. اقسم بالله ما هيتعرض على القناه ولا اي حاجه. خلي بالك جايبين موافقه وكل حاجه. احمد بيك كورد اللي بره الضابط اللي بره هو اللي هي بكام الواحده؟ 250. مفيش حد هيشوف بكام الواحده؟ 250 جنيه. هودا هودا ممكن انا اخد صوره على التليفونات.